السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ندى صالح من مصر. هبدأ معاكم سلسلة تعلم دروس الكروشيه. أتمنى أن يكون أن يفيدكم ويكون شرحي سهل وبسيط. هبدأ معاكم بأسماء الخامات والأدوات المطلوبة لشغل الكروشيه. هنا مثلا الإبر والخيوط والمقص والمشابك، كمان بنحتاج متر وإبر التنظيف، هنتكلم عنها بالتفصيل. هنا هنبدأ بالإبر. الإبر ليها مقاسات مختلفة وأرقام مختلفة، كل إبرة بتختلف عن التانية. هنا دي مثلا رقم 9، الإبرة شفافة للأسف فمش باين عليها مكتوب رقم كام، هي مقاسها رقم 9. ودي إبرة رقم 7، ودي رقم 6، دي كمان 6، ودي إبرة رقم 4، دي 3، ودي 2.5، ودي 2. يعني إبر مختلفة بمقاسات مختلفة على حسب نوع الخيط، بنحدد نوع الخيط وسماكة الخيط، بنحتاج إبرة معينة، رقم إبرة معين. وبنحتاج طبعا هنا المقص لقص أي خيوط زيادة في الشغل، ودي مشابك علشان نعلم بيها بين الغرز، نحدد بداية الشغل نهاية السطر أو بداية السطر علشان نعرف بدأنا فين ووقفنا فين. بالنسبة دي شكل المشابك، ده بيكون شكلها. بالنسبة للخيوط فهي أنواع مختلفة، منها هنا القطنيات بيكون مكتوب على كل بكرة خيط الخامة اللي مصنوع منها. هنا القطنيات بيكون مكتوب عليها 100% قطن، 100% بونفولة، أو 100% قطن، او طبعا بالعربي مكتوب عليها 100% قطن. اهم حاجة ان هي تكون 100% علشان نشوف احنا هنستخدمها في ايه. انا بحب استخدمها جدا في لبس الاطفال، الفساتين البناتي، بحيث انها ما تحسسش جسم الطفل، وكمان بستخدمها في المفارش علشان تكون ماسكة نفسها. اي شغل عايزين يكون مشدود ومش بيرخي مع الوقت وبيفضل بنفس حالته، بنستخدم فيه القطنيات. كمان القطن مش بيوبر، فدي افضل خيوط بالنسبة لي، لكن بتختلف سماكة الخيط عن التاني من بكرة للتانية. كل بكرة بنحتاج معاها رقم ابرة معين على حسب ما موجود عليها، مكتوب عليها رقم ابرة كام. هنا مثلا الخيط ده مكتوب عليه من 3 لـ4، بس انا بستخدم معاه ابره، استخدمت معاه ابره رقم 4، دي استخدمتها معاه بتكون مناسبه جدا للخيط، لسماكه الخيط ده. اما بالنسبه للخيط ده فمكتوب عليه ابره من 2.5 لـ3.5، انا استخدمت معاه ابره 2.5 لان الخيط نفسه سماكته رفيعه، فهي 2.5 مناسبه جدا للخيط. نيجي للخيوط التانية. الخيط ده هنا مكتوب عليه 15% بوليستر و85% بولي أكليريك. مش بفضل استخدامه للأطفال، لكن نقدر نعمل منه طواقي زي الرسمة اللي موجود عليه كده، أو مفارش، أو أنا مثلا عملت منه بلوزة وطلعت جميلة جدا. بما إن فيه لمعة كده موجود في الخيط نفسه لمعة، فتنفع جدا للمناسبات، للسهرات، للحفلات، او نعمل منه فستان للاطفال للمناسبات، لكن طبعا بيفضل يكون فيه تحته تلبيسة او طاقية زي ما قلنا زي مرسوم عليه. الخيط ده بنستخدم معاه ابرة رقم 3، بيكون مكتوب على كل الخيوط والورقة اللي موجودة على الخيط مكتوب عليها رقم الابرة المناسب لسماكة الخيط ده. قلنا هنا إبرة رقم 3.
كمان بناخد بالنا من حاجة مهمة، هي حجم البكرة نفسه، كام جرام كام متر، علشان نقدر نحدد. هي هنا البكرة دي 100 جرام، 250 متر، دي عدد أمتارها كبير، بنعمل بيها شغل يعني بترمي شغل، فهي مناسبة لحاجات كتيرة جدا. لكن هنا مثلا البكرة دي 50 جرام، البكرة دي 50 جرام، 125 متر. بناخد بالنا من الحاجات دي علشان نعرف احنا هنحتاج كمية خيط قد ايه، كام بكرة كام جرام للشغل قبل ما نبدأ، سواء بلوزة او فستان او طاقية او كوفية، لازم نحاول نحدد احنا محتاجين كام بكرة او كام جرام خيط. في كمان الخيوط دي بنستخدمها في الطواقي والكوفيات البلوفرات، هي كمان الخيط نفسه فيه لمعة، الخيط سمكته تخينة، بنستخدم معاه إبرة مقاس 6 بتكون مناسبة لسماكة الخيط ده. لان زي سمكته تخينة شوية، فابرة رقم 6 مناسبة جدا ليه. هنا الخيط ده بنسميه خيط الشعر، في مصر بنسميه كده، معرفش ليه اسامي تانية ولا لأ. الخيط ده جميل جدا جدا في اللبس، وفي النتيجة بتاعته بيكون جميل جدا. انا عملت منه شال كبير وطلع جميل جدا، كمان عملت منه كوفية طلعت مميزة جدا. هو جميل في لبس الأطفال، في اللبس اللي زي كده، في الشال، في كمان ممكن نعمل منه بالرو أو أي جواكت. هو هنا 100% بوليستر، كمان بنستخدم معاه إبرة رقم 4، هو مكتوب عليه إبرة رقم 4، دي بتبقى مكتوب، ده اللي مكتوب عليه إبرة رقم 4. لكن أنا ممكن أستخدم معاه تاني إبرة رقم 5 أو 6، كمان تمشي مع سماكة الخيط ده. هو بيكون صعب شوية في الشغل بتاعه لأن الغرز مش بتبقى واضحة. كمان الخيط ده بستخدمه في لبس الأطفال، بيبقى طالع منه زي صوف كده، بشتغل منه لبس أطفال، طاقية، كوفية، بلورو أطفال، مش بيبقى باين أصلا أي غرز فيه، كأنه جاهز بالظبط. كمان بيبقى صعب في شغله شوية لأن الغرز مش بتبقى باينة، لكن النتيجة بتاعته بتبقى جميلة جدا. أنا عملت منه بلورو طفلة لسه مولودة وكان جميل جدا، كمان استخدمته في الكوفيات أو كولا للرقبة والطواقي، فكان الخيط نفسه كان مناسب وكان بيدفي. الخيط ده مكتوب عليه إن هو 100% بوليستر، وهنا البكرة 50 جرام، 60 متر. عدد امتار البكره مش كبير قوي لان سماكه الخيط نفسه تخينه، سماكه الخيط تخينه، فعدد الامتار مش 60 متر، دي مش حاجه يعني. مكتوب عليه ان احنا نستخدم معاه ابره 6.5 ل7.5، بس انا استخدمت معاه الابره دي مقاسها رقم 7، كانت مناسبه جدا لسماكه الخيط. نيجي للخيط ده، ده خيط قطيفة او مخمل. الخيط ده جميل جدا في الكوفيات والبطاطين واللاكلوك ولبس الاطفال عموما. انا عملت منه لكاليك اطفال وكان جميل جدا. عملت منه يعني كل خيط ليه حاجات معينة مناسبة ليها. ده لما عملت منه لكلوك اطفال كان جميل. في من الخيط ده خيط رفيع تاني استخدمته في البلوفرات، نفس الخامة كده، ده الخيط الرفيع يعني سماكة الخيط نفسها ارفع من التاني. عملت منه بلوفر لابني من الخيط الرفيع ده، ده برضو قطيفة وحلو جدا في الشغل، الخيط ملمسه ناعم جدا. لو عملنا منه بندانة للشعر او كوفية او لبس اطفال او لكلوك بيطلع نتيجة هايلة. الخيط الرفيع ده بنستخدم معاه ابرة رقم 4 ملي او 5 بالكتير، لكن الخيط التاني ده لان سماكته تخينة فبنستخدم معاه ابرة مناسبة ليه، وهتكون الابرة دي رقم 9،
رقم 9 يعني إبرة مناسبة لسماكة الخيط ده. آخر خيط معانا الخيط ده بنستخدمه في الشنط والسجاد، لو نعمل منه صندوق للمناديل أو لغيره. في كمان بينفع لمهاد البيبي. انا جبت الخيط ده علشان استخدمه في اعمل منه سجادة. نوعية الخيط مختلفة تماما عن اي خيوط تانية، هو مخصص للحاجات اللي زي كده بس. الخيط شكله مختلف تماما، هو مفرغ من جوه وسمكته تخينة طبعا. شكله بيكون كده. هنا البكرة دي حجمها 250 جرام، 250 جرام، 125 متر. وكمان بنحتاج معاها إبرة رقم 10، هي مكتوب عليها إبرة رقم 10. أنا استخدمت معاها إبرة رقم 9 لأن 10 ما كانتش متوفرة عندي، كمان كانت كويسة لكن 10 بتكون أفضل علشان الخيط نفسه تخين، فإبرة رقم مقاس 10 بتكون مناسبة جدا لي. وكده حاولت اجمع الخامات والادوات المطلوبه لشغل الكروشيه. بنحدد الخيط ونوعه على حسب القطع اللي هنشتغلها. زي ما قلت كل خيط هنا ليه حاجه معينه اشتغلتها بيها، فبنحاول نحدد عشان تبقى مناسبه للشغل اللي هنشتغله. لازم نحدد نوع الخيط اللي يمشي معاه ايه، وكمان بنحدد الابره المناسبه للخيط ده. كل خيط مكتوب على الورقه بتاعته رقم الإبرة المناسب للخيط ده. كمان في الخيط ده استخدمته في البلوفرات، سمكة الخيط رفيعة جدا لكن الخيط فيه تقليمة كده جميلة جدا، بتدي نتيجة هايلة في الشغل لو عملنا منه طواقي أو كوفيات أو بلوفرات. أنا عملت منه طاقية طلعت جميلة، كمان عملت منه كوفية. الخيط ده 50% قطن و50% اكليريك، مش 100% قطن. ملمس الخيط ناعم جدا ومش بيوبر، ومناسب لأعمال كتيرة. الخيط ده استخدمت معاه إبرة رقم 4 ملي. إبرة رقم 4 كانت مناسبة جدا للخيط، مناسبة للغرزة نفسها. وبكده حاولت اجمع الخامات المطلوبه لشغل الكروشيه. لازم قبل ما نبدا اي قطعه كروشيه او اي شغل، سواء كروشيه تريكو او اي شغل، لازم نجهز الادوات اللي هنستخدمها قبل الشغل علشان يكون نقدر نشتغل بسهوله. اي قطعه نحب نشتغلها كروشيه لازم نحدد الخيط المناسب للقطعه دي، والابره والابر طبعا، والخيوط بنحددها على اساس ده. الابره دي كمان دي ابره التنظيف، انا نسيت اتكلم عنها. ابره التنظيف بنحتاجها لتنظيف الخيوط الزياده في الشغل في نهايه الشغل لما نخلص البروفال او الطاقيه او المفرش. بنحاول ننظف اي خيوط زياده بالابره دي، بنداريها داخل الشغل نفسه.